ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم على التوافق ما بين برج الحوت والحوت. طبعا الحوت والحوت ما فيهوش رجل وامرأة، يعني الاتنين هيبقوا مع بعض. الحوت والحوت هما الاتنين ابراج مائية، وهما الاتنين فاهمين بعض لدرجة رهيبة. فاهمين بعض يعني مش تفاهم، لا فاهمين بعض يعني في تفاهم كبير جدا ما بينهم، وعلى قد ما العلاقة ما بينهم هتكون ناجحة على نفس القدر، ان لو حصل مشاكل هيبقى المشاكل عند الطرفين برضو بنفس المقاس او بنفس القيمة. يعني هما الاتنين مش هيعرفوا ان هما يضحكوا على بعض او يعرفوا ان هما يخبوا على بعض حاجة. هما الاتنين كاشفين بعض جدا جدا، لان هما صفاتهم صفات واحدة، وعارفين النظرة دي معناها ايه، وعارفين الحركة دي معناها ايه، وانت معنى انك تعملي كده ايه، وانت معنى انك تعمل كده ايه. فعارفين بعض، كتاب مفتوح هما الاتنين. العلاقة عشان تكون ناجحة ما بين الحوت والحوت لازم يحصل ما بينهم حب، ويكونوا واخدين بعض على حب واحترام. هما الاتنين علاقة على قد ما هما مكشوفين قدام بعض، لو حصل ما بينهم حب واحترام هتبقى علاقة ناجحة جدا جدا. لو ما فيش حب هتحصل مشاكل كتير، وان هما الاتنين مش هيعرفوا يسيطروا على بعض او يسيطروا على الموقف او المشاكل، لان هما الاتنين فاهمين بعض وفاهمين الحاجات اللي ممكن، يعني ايه، الواحدة كده لو نصحت هتلعب على اللي قدام عشان خاطر تعرف تكسب الموضوع وتلم الموضوع، لا هما كاشفين فالموضوع مش هيتلم. ده لو حصل ما بينهم مشاكل وما فيش حب. هما الاتنين رومانسيين جدا جدا، وبيحبوا يعيشوا في رومانسية، بيحتاجوا هما الاتنين حنان من التاني، كل حد يعني منهم عايز ان التاني يحسسه بالامان وبالحنان. هما الاتنين منتظرين الحنان من ده وده، ودي منتظرة الحنان من ده. هما الاتنين محتاجين ان هما ياخدوا الخطوة دي مع بعض عشان هما الاتنين يعيشوا في رومانسية. على فكرة العلاقة دي بتبقى الناس كتير بتحسدهم، وبيحسوا الناس دي بتبقى شايفة ان هما قد ايه هما مبسوطين مع بعض وقد ايه هما سعداء مع بعض، لكن هما بيقابلوا مشاكل كتير بسبب موضوع ان هما الاتنين محتاجين الرومانسية دي. ليه؟ لان هما الاتنين عندهم الاحراج، بيتكسفوا يطلبوا الحنية، وبيتكسفوا ان هي تبقى حنينة معاه وهي عارفة ان اللي قدامها مستني منها ان هو يكون رومانسي. فعندهم حتة الكسوف والإحراج دي رهيبة جدا، محتاجين ان اللي قدامهم هو اللي يبادر، وهما الاتنين بقى مستنيين يلا مين يبادر. طبعا محتاجين ان حد منهم هو اللي يتشجع ويبادر بالرومانسية ويبادر بالكلام الحلو والحنية عشان التاني يبقى عنده برضو الشجاعة. ومن وقتها لو انتوا خدتوا شجاعة كده في البداية وابتدى معاكم الموضوع بحب والكلام ده، هتبقى علاقة حلوة جدا. انتوا الاتنين من النوع اللي بتحبوا النجاح وبتحسوا ان الرومانسية هي اساس النجاح العملي والنجاح الحياة عامة. لو قدرتوا ان انتوا يبقى في ما بينكم شجاعة، مفيش كسوف، ان يكون اللي انتم عايزينه تقولوه، ان انتم يكون عندكم تنازلات في انكم تعدوا المشاكل وما يكونش فيه خلافات ما بينكم، ويكون فيه اهم حاجة الحب والاحترام، ده هتبقى علاقة ناجحة جدا. خلونا نقول نسبة التوافق ما بين الحوت والحوت، نسبة التوافق من 70% ل 80%. العلاقة دي بتبقى اكتريتها محسودة، فخلي بالكم من الناس اللي هي ما تدخلوش حد ما بينكم، يعني ما تدخليش اهلك ولا تدخلوا مشاكلكم، حلوها انتوا الاتنين مع بعض. يعني ما تدخلوش اي حد، حتى اهل او غير اهل، ما تخلوش في طرف ثالث في الموضوع، طرف ثالث اللي هو اولادكم ان شاء الله. احنا كده قلنا بشكل بسيط وسريع التوافق ما بين الحوت والحوت. بتمنى ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.